بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع نموذج للمراقبة المستمرة الرابعة في مادة اللغة العربية للمستوى السادس وفق الإطار المرجعي المنقح مع تصحيح ونسخة PDF ستجدونها في صندوق الوصف. أقرأ النص قراءة جيدة. تأخر سقوط الأمطار، فقل منسوب المياه في الآبار، وتدنت نسبة المياه الجارية، مما أثر بشكل سلبي على احتياجات الإنسان والحيوان والنبات. دأب العم إدريس على تمضية الوقت قاعدا في ظل شجيرة يابسة، لا ينشغل إلا بتأمل طين حقله وقد تشقق. يرفع بصره إلى السماء لعلها تمطر، ويطأطئ رأسه صامتا، يتابع دحرجة حصن صغير يحركه بعود في يده. أما سكان القرية لم يجدوا ما ينشغلون به سوى الحديث عن بوادر الجفاف والمخاطر التي قد يخلفها، مما دفعهم إلى التفكير في الهجرة إلى المدينة بحثا عن لقمة العيش. لكن العم إدريس ظل صامدا، فما دب السأم والقنوط إلى نفسه، لأن تجارب الحياة علمته معنى المقاومة والصمود كلما جدت الصعوبة. فظل يدعو الشباب إلى التفكير في حلول لتحدي الجفاف والحد من مخاطره بدل الهروب والاستسلام. وفجأة هلت أساريره لما غطت السماء سحب داكنة، وأفرحه سمع دوي الرعد ولمع البرق وسح قطرات الماء، وأبهجه امتلاء الحقل بركة وخرخرة المياه في السواق. رفع إدريس كفيه إلى السماء وقال: حمدا لك يا ربي على إكرامك الأحياء بواسع رحمتك، فأنت أحق بالتبجيل. والآن سنزرع الأرض قمحا، وستزهر الأشجار وتمتلئ ثمرة، وسيزداد الشباب قوة وصبرا. المجال الرئيسي الأول القراءة. أتمم شبكة مفردات الكلمة التالية: الأمطار. أتمم خريطة كلمة السأم. لماذا فكر سكان القرية في الهجرة إلى المدينة؟ يتصف العم إدريس بصفة التحدي، استخرج من النص عبارة تدل على ذلك. أصوغ الفكرة المناسبة للفقرة الثالثة من النص، أحدد نوعية الخطاب في النص. شبكة مفردات هي الكلمات التي تصب في نفس الحقل الدلالي للكلمة، مرادي بحث عن شبكة مفرداتها. فكلمة الأمطار نجد السحب، الماء، الرعد، الجفاف، البرق إلى غير ذلك. أما خريطة الكلمة فهي البحث عن نوعها ومرادفها وضدها ثم تركيبها في جملة. السأم نوعها اسم، مرادفها الملل القنوط، ضدها التسلية الانشراح. تركيبها في جملة مثلا: لا يدب السأم إلى نفس الصغور. فكر سكان القرية في الهجرة إلى المدينة لأنهم لم يجدوا ما ينشغلون به سوى الحديث عن بوادر الجفاف والمخاطر التي قد يخلفها. هذا صريح موجود في النص. أما العبارة التي تدل على أن العم إدريس يتصف بصفة التحدي، فهناك عبارة: لكن العم إدريس ظل صامدا، فما دب السأم والقنوط إلى نفسه، وأيضا: فظل يدعو الشباب إلى التفكير في حلول تحدي الجفاف. الفكرة المناسبة للفقرة الثالثة: صمود العم إدريس أمام مخاطر الجفاف. نوعية الخطاب: نص سردي. سابعا، ألخص الفقرة الرابعة من النص في جملتين. مثلا: فرح العم إدريس فرحا شديدا عندما بدأت السماء تمطر. ثامنا، أحدد القيمة الأساسية التي يروجها النص مما يلي: التحدي، اليأس، حب الوطن. القيمة هي التحدي. تاسعا، ما رأيك في موقف العم إدريس الذي ظل صامدا ولم يفكر في الهجرة؟ هذا على سبيل المثال موقف: لقد أعجبني موقف العم إدريس كثيرا لأنه تحدى الجفاف ولم ييأس ويقنط من رحمة الله. المجال الرئيسي الثاني الظواهر اللغوية: الصرف والتحويل. أولا، أحول الكلمات إلى الجمع حسب ما يناسب: الفلاح، المطر، الشاب.
جمع التكسير جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم. الفلاح يمكن أن نحولها إلى جمع المذكر السالم بزيادة واو ونون، الفلاحون، وإلى جمع المؤنث السالم بزيادة ألف وتاء مبسوطة، الفلاحات. المطر جمع التكسير الأمطار. الشاب جمع التكسير الشباب، وجمع مؤنث السالم الشابات. ثانيا، اكتب الأعداد بالحروف. قضى العم إدريس العدد 7 أيام في القرية. استمر تهاطل الأمطار العدد 25 ساعة في القرية العدد 100 بيت. ثالثا، أحدد نوع الجمع بوضع علامة في الخانة المناسبة. أعلام، منازل، بيوت، أجهزة. جمع كثرة وجمع القلة. قضى العم إدريس 7 أيام في القرية. 7 مؤنث لأن المعدود هو أيام جاء مذكرا، والعدد من 3 إلى 10 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. استمر تهاطل الأمطار 25 ساعة. فإذا كان العدد معطوفا فالجزء الأول يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. في القرية 100 بيت. أعلام على وزن أفعال فهو جمع قلة. منازل على وزن مفاعل جمع كثرة. بيوت على وزن فعول جمع كثرة. أجهزة على وزن أفعلة جمع قلة. التركيب. أولا، أضع سطرا تحت التمييز وأحدد نوعه ملحوظ أم مرفوع. في القرية 27 حقلا. الدار البيضاء أكبر المدن مساحة. شربت كوبا حليبا. ازداد الفلاح اجتهادا. ثانيا، أستخرج الحال وأحدد نوعه مما يلي. خرج الفلاح مسرعا. دأب العم إدريس على تمضية الوقت وهو قاعد في ظل الشجيرة. عاد العم إدريس قد هلت أساريره. في القرية 27 حقلا. التمييز هو حقلا وهو تمييز مرفوض تمييز العدد. الدار البيضاء أكبر المدن مساحة تمييز ملحوظ. شربت كوبا حليبا تمييز ملفوظ وهو تمييز الكيل. ازداد الفلاح اجتهادا تمييز ملحوظ. مسرعا حال نوعه مفرد وهو قاعد في ظل شجيرة هو الحال نوعه جملة اسمية. قد هلت أساريره هو الحال جملة فعلية. ثالثا، اعرب ما سطر تحته في النص. الإملاء، أتمم الكلمات بكتابة الهمزة المناسبة. ثانيا، أشطب الكلمات الخاطئة مما يلي. إذن احتياجات جاءت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. صامتا حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. بحثا مفعول لأجل منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ثمرا تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. قراءة همزة على السطر لأن جاءت مفتوحة وقبلها ألف مد ساكن. متسائل جاءت على كتبت الهمزة على الياء لأنها مكسورة وقبلها سكون ميت. مؤمن كتبت الهمزة على الواو لأنها ساكنة وقبلها مضموم. قارئ كتبت الهمزة على الياء لأن ما قبلها مكسور. قرأ كتبت على الألف لأن ما قبلها مفتوح. ضوء كتبت على السطر لأن ما قبلها ساكن. الكلمة الخاطئة شيء خاطئة هي شيء ثانية. يملأ ثانية هي الخاطئة. سؤال أولى خاطئة والثانية صحيحة. وتأخير ثانية هي الخاطئة. المجال الرئيسي الثالث أو الشكل. أضبط بالشكل التام ما كتب بخط مضغوط في النص. ثم الإنتاج الكتابي. صف صورة رأيتها وتأملتها فأعجبت بها مستعملا تسلسل الأفكار وأدوات الربط المناسبة وموظف الرصيد المناسبة مع الحرص على تطبيق ما درسته في مهارة وصف الصورة. إذا بالنسبة للشكل، كلمات هي صغير، سحب، قطرات، كفيه.
ثم الجملة لا ينشغل إلا بتأمل طين حقله وقد تشقق. بالنسبة للتعبير الكتابي للتعرف على تقنية وصف الصورة، إليكم فيديو يشرح المهارة بشكل مبسط ستجدون رابطه في صندوق الوصف.